السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. أنا أستاذ خالد زكي، بعطيكم مادة الرياضيات العلمي. بنبلش الموضوع عندنا شيء اسمه بالنسبة لنا المعادلة التفاضلية، هو عندنا آخر موضوع أو آخر فصل من الوحدة الرابعة اللي هي وحدة عندنا التكامل. هذا موضوع عندنا المعادلة التفاضلية، هي المعادلة التي تحوي على مشتقات أو تفاضلات. هلا شو يعني مشتقات وتفاضلات؟ اللي هي عبارة عن دال ص ودال بالنسبة لنا س. بالمشان حل هذه المعادلة التفاضلية، في عنا إجراءات بدنا نقوم فيها. يتم فصل المتغير عنا س بالنسبة لنا مع تفاضله عنا دال السين، فأنا بدي أغير، بدي أحط س مع تفاضله دال السين، والمتغير بالنسبة لص مع تفاضله دال الص، وتصبح المعادلة على صورة ه قوة ص دال الص لام س دال الس. أول مهمة بالنسبة لإلنا اللي هي أستاذ، أحط المتغير عندنا س مع تفاضله دال الس والمتغير ص مع تفاضله دال الص، ويتم إدخال التكامل على الطرفين ومن ثم إيجاد العلاقة بين س وص، ومن ثم بذلك حل المعادلة عندنا التفاضلية. نأخذ أمثلة نوضح بشكل أسرع بالنسبة لإلنا. عندنا معطيني دال الص على دال الس تساوي 5 س قوة 4 في 2 ص. هلا مهمتنا الأولى بدي أخلي الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين، فبعمل عملية ضرب تبادل، فبصفي بالنسبة لي 2 ص دال الصاد تساوي 5 س قوة 4 دال السين. هلا بحكي من هون تحقق هدفنا؟ صار عندنا بالنسبة لي الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين. بعد ما يتحقق الهدف بالنسبة لنا بنجرى عملية التكامل بالنسبة لنا للطرفين، بكامل الطرفين. هلا تكامل 2 ص زي قواعد الانشقاق التكامل احنا اخذناها، اللي هي بالنسبه لي عباره عن ص تربيع س قوه 5 زائد ج، وهيك انا بكون حليت بالنسبه لنا المعادله التفاضليه. نيجي كمان على مساله، بدي اخلي نفس المبدا، بدي اخلي السينات مع دال السين والصادات مع دال الصاد، فبقوم عمل عمليه ضرب تبادل، بصفي عندنا هون ج تربيع لل 5 س في دال الصاد تساوي قدر صاد لدال س. بنسأل حالنا هون تحقق الهدف؟ لا، لأن أستاذ عندنا السينات مع دال الصاد والصادات مع دال س، فبدي أقوم عملية نقل طبعا عن طريق القسمة. بدي أقسم هون بالنسبة لي على ج تربيع للخمس س، وعلى الطرف الثاني على ج تربيع للخمس س، وفي نفس الوقت نختصر كمان خطوة، بدي أقسم على قدر صاد على قطع بالنسبة لصاد، مشان أحقق هدفي بالنسبة لإلنا. وباجي عملية الاختصار، هاي مع هاي، والقطع مع القطع، بصفي عندي دال الصاد على قطع صاد تساوي دال السين على جيب تربيع للخمس سين. هلا هيك هدفنا تحقق من خلال إنه حطيت الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين. هلا بدي أقوم عملية نقل، عندنا المتغير بالنسبة للقاطع والجيب تربيع، وزي ما إحنا متعودين عملية رفع الاقتران الدائري من فوق لتحت بعطينا اقتران جديد. من هون بده يعطيني ج بالص دال الص تساوي قدر تربيع للخمس س دال س. هلا من هون بجري عملية التكامل بالنسبة للطرفين، تكامل الج سالب جذر ص، وتكامل قاطع تربيع سالب قدر للخمس س على معامل س، وبنضيف بالنسبة لنا ثابت عندنا عملية التكامل. كمان سؤال، فكرة جديدة عندنا هون، عندها قوة 5 س ناقص 4 ص. هلا إذا كانت الأسس في عملية جمع بيناتهم بتحول لضرب، وإذا كانت عملية طرح بتتحول بالنسبة لنا لقسمة، فبدي أقوم بحكي عنا قبل ما نعمل ضرب تبادل، دال الص على دال الس، ها قوة 5 س على ها قوة 4 ص. هلا بقوم عملية ضرب تبادل، بصفي ها قوة 4 ص دال الص تساوي ها قوة 5 س لدال الس. هلا تحقق الهدف بالنسبة لإلي، خليت الصادات مع دال الص والسينات مع دال الس. هلا بروح بعمل عملية تكامل للطرفين، بصفي ها قوة 4 ص على 4 وها قوة 5 س على 5، ونزيد ثابت عندنا كمال التكامل. نيجي على هذا السؤال، بنلاحظ في اختلاف شوي صغير، انه معطيني دالتين بالنسبة لي عندنا لصاد، هون معطيني دالة ودالة لدال الصاد، فبدي اروح اجمع اللي فيهم دال الصاد على اليمين، وعندنا اللي فيهم دال السين على الشمال، فبصفي بالنسبة للسؤال عندنا 2 جيب تربيع السين
في دال الصعب ناقص 2 دال الصعب وبدي انقل هاي سالب صعب تربيع لدال السي. هلا من هون كمان بالنسبه لي ما بقدر اعمل ادخال عمليه التكامل لان استاذ لسه ما تحقق الهدف بالنسبه لنا، فباخذ 2 دال الصعب عامل مشترك. شو بصفي هون؟ جي تربيع السين ناقص 1 وسالب صعب تربيع دال السين. هلا من هون 2 جي تربيع ناقص 1 اللي بالنسبه على المتطابقه الام سالب جتا تربيع السين في دال الصعب تساوي سالب صعب تربيع لدال السين. وبشرح عمليه القسمه، بقسم هون على جتا تربيع السين على جتا تربيع السين وفي نفس الوقت على صعب تربيع في صعب تربيع مشان احقق بالنسبه لي عند الهدف. وباجي عمليه الاختصار بالنسبه لهون وهون عنا بنرفع لفوق، فبصفي عنا سالب 2 في صعب وسالب 2 دال الصعب، وزي ما اتفقنا حركة من فوق لتحت بتعطيني قاطع تربيع السين لدال السين. هلا تحقق هدفنا بعد عملية إجراء الرياضيات. هلا أستاذ بروح بركب تكامل بالنسبة لي للطرفين كامل، فبصفي سالب 2 صعب وسالب 1 على سالب 1 وتكامل قاطع تربيع اللي عبارة عن ظل زائد عنجي. هلا نيجي على مثال بالنسبة لمثال 5، لساتنا احنا بنحقق نفس الهدف، اخلي عين السيناء مع دال السين والصادات مع دال الصاد. هلا هو عامل لي ضبط غالي وجاهز، انا بس بدي اجرى عمليه بالنسبه لنا القسمه، فبدي اجي اقسم عنا هون على سين تربيع زائد سين عفوا، نقسم هون على سين تربيع ناقص 3 سين وهون على سين تربيع ناقص 3 سين مشان اخليهم مع دال السيناء، وفي نفس الوقت بدي اقسم على ها هو سالب صاد على ها هو سالب بالنسبه لنا صاد. هلا بقوم بعملية الاختصار عندنا هون وبقوم بعملية الاختصار، فبصفي عندي دال الصاد على ها قوة سالب صاد تساوي عندنا سين تربيع زائد سين ناقص 12 على سين تربيع ناقص 3 سين في دال السين. هلا أستاذ حقق هذا بالنسبة لنا، فبنجمع عملية التكامل عندنا للطرفين، فباجي بطلع حال بصير عندنا تكامل ها قوة صاد دال الصاد تساوي. هلا صار عندنا عبارة ربعية، نفكر في عملية الاختصار، نيجي بالنسبة لنا نحلل سين سين موجب سالب 4 3 وناخذ من هون سين عامل مشترك سين ناقص 3 دال سين. قمنا عملية الاختصار وفرنا حالها شوية وقت، هلا نيجي بصفي عندي سين زائد 4 على سين في دال سين. نوزع المقام على البسط لنقوم عملية التكامل أو بنرفع سين لفوق، فبصفي سين على سين بالنسبة لي 1 زائد 4 على سين دال سين، عندنا تكامل بالنسبة لي الواحد اللي عبارة عن سين و4 على سين اللي عبارة عن 4 لوغاريتم سين للأساس ها زائد جيم، وتكامل ها قوساط زي ما احنا عارفين هي عبارة عن نفسها بالنسبة لي ها قوساط على معامل سين، وبنقوم هيك احنا حلينا بالنسبة لنا هاي المعادلة التفاضلية. نيجي على المثال اللي بعدي، مثال اقوى، انه استاذ هون دال الصاد على دال السين والسينات والصادات جيات بالنسبه لنا كلهم تحت الجذر. هلا بدنا نقوم عمليه فصل لهذا عندنا الجذر، بس للاسف عندنا بيناتهم عباره عن جمع بالنسبه لنا، فبدنا نقوم عندنا على حركات رياضيه نقدر عمليه الفصل بين هذول الجذر. فشو بدنا نعمل؟ فأنا قلت بدي آخذ عنا كل حبين مع بعض، زي ما تعلمنا في طريقة التحليل خلال فصل أول بالأول ثانوي. بدي آخذ كل حبين مع بعض، هي أول حبين والحبين الثانيين. وبدي أحاول أطلع من كل واحد عامل مشترك. هلا بصفي عندي هون باخذ سين عامل مشترك، بضل عندي صاد زائد 1 والقوس الثاني صاد زائد 1. اتكون عندي هون كم حد بالنسبة لنا؟ عبارة عن حدين. وفيهم عامل مشترك اللي هم ص زائد 1 وص زائد 1. برد باخذ بالنسبه لي هون ص زائد 1 عامل مشترك، شو بضل من الحد الاول؟ س، ومن الحد الثاني بالنسبه لي عندنا 1. وهيك استاذ كونت انه عندنا حدين، شو العمليه بيناتهم؟ ضرب. فبقدر من هون اني افصل الجذر، فبصفي عندنا هون جذر الص زائد 1 في جذر الس زائد 1 في دال الصاد على دال السين. هاي المراحل عملية التحليل اللي قدرت افصل المتغيرين عن بعض. هلا بقوم بجرى عملية ضرب تبادلي، دال الصاد تساوي عبارة عن جذر
الصاد زائد واحد في جذر السين زائد واحد لدال السين، وبقسم عشان احقق الهدف على صاد زائد واحد على صاد زائد واحد. باجي بضم حالي صاد زائد واحد قوة سالب نص في دال الصاد، وهنا سين زائد واحد قوة نص لدال السين. هيك حققت الهدف بالنسبة لي الأول، خليت الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين. بقوم بإجراء عملية التكامل بالنسبة للطرفين اللي هي صاد زائد واحد قوة نص في اثنين على واحد، وهنا سين زائد واحد قوة ثلاثة على اثنين، اثنين على ثلاثة زائد جيم. وهيك عملنا حل هذه المعادلة. وفي عندنا مثالين موجودات في الدوسية اللي هو 7 زائد 8 على الأفكار اللي أخذناها بالنسبة لنا. نأخذ أنا وياكم الفكرة عندنا الثانية. عندنا هذا الموضوع المعادلة التفاضلية بتكون بالنسبة لنا من 4 أفكار أو 4 أشكال لهذا عندنا الموضوع. الفكرة الأولى اللي إحنا أخذناها يعطينا عبارة عن معادلة، وإحنا نجمع الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين. هلا الفكرة الثانية نحكي على المسائل المقالية بالنسبة لنا وكيف نشتغل عندنا معها. نيجي على هذا السؤال، إذا كان عندنا ميل المماس، حسب أستاذ ما أخذنا بالفصل الأول إن أستاذ ميل المماس شو بعني لي؟ عبارة عن المشتقة. يعني هون نكتب عندنا ملاحظة إنه ميل المماس هو بدل على دال الصاد على دال السين. إذا أعطاني في السؤال ميل المماس على إيش بدل بالنسبة لي؟ على دال الصاد على دال السين. لمنحنى العلاقة عند النقطة سين وصاد يساوي، فبالتالي ميل المماس أعطاني يساوي 2 صاد قوة 3 على 3 سين زائد 5 قوة 2 على 3. فباجي ترجمة هذا السؤال بكتب إنه دال الصاد على دال السين تساوي 2 صاد قوة 3 على 3 سين زائد 5 قوة 2 على 3. فجد قاعدة هذه العلاقة إذا علمت أن منحناها يمر بالنقطة 1 و 5. هلا بنيجي عندنا نفس صف نفس السؤال اللي قبل بعد عملية الترجمة اللي هو أستاذ أنا بدي أحل هاي المعادلة التفاضلية. فنفس المبدأ بدي أخلي الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين. بنقوم عملية ضرب تبادل، بصفي 3 سين زائد 5 قوة 2 على 3، وهون 2 صاد قوة 3 في دال السين. لسه ما تحقق الهدف بالنسبة لنا، بقسم على 3 سين زائد 5 قوة 2 على 3 على 3 سين زائد 5 قوة 2 على 3، وفي نفس الوقت بقسم على صاد تكعيب على صاد تكعيب. وباجي بعملية الاختصار اللي بنعمل، باجي بختصر السينات هون وبختصر الصاد بالنسبة لي هون، بجرى عملية. فبصفي عندنا صاد قوة سالب 3 دال الصاد تساوي 2 في 3 س زائد 5 قوة 2 على 3 لدال س. هدفنا من ناحية معادلة تفاضلية كتحقق. هلا بروح بركب تكامل للطرفين. بنكامل هاي صاد قوة سالب 2 على سالب 2 تساوي 2، هذا من التكاملات المباشرة نقصه قديش بالنسبة لنا؟ عبارة عن 1. فبصفي 3 س زائد 5 قوة، يعني هو بنحط سالب لو رفعته من تحت لفوق، قوة 1 على 3 ضرب 3 على 1 على معامل س زائد ج. هلا أستاذ في عملية اختصار بالنسبة لنا هون، الثلاث مع الثلاث بالنسبة لك بتروح. هلا كثير مهم بدنا نعرف فكرة. هلا قبل شوي احنا كمعادلة هيك بنكون احنا خلصنا. لما في هذا السؤال في عملية تكملة ايش هي؟ بحكينا إذا علمت أن منحناه يمر بالنقطة 1 و5. هلا شغلة هاي بالنسبة لنا 1 و5 علمنا تستخدم لإيجاد قيمة جيم بعد مع عملية التكامل، بحيث بعوض مكان سين واحد ومكان صاد قديش بالنسبة لي؟ عندنا 5. نيجي نعوض مكان صاد 5 ومكان بالنسبة لي عندنا سين واحد. هلا مشان أحسن بالنسبة لنا لما نيجي نعوض ما بنحب نعوض بالسالب، فبنخليه موجب. فبصفي سالب واحد على 2 صاد تربيع تساوي 2 في 3 سين زائد 5 قوة 3 زائد ج. بنيجي نعوض مكان الصاد 5 ومكان سين واحد، 5 تربيع 25 في 2 سالب 1 على 50 تساوي 2، 3 زائد 5 8، الأس الجذر الثالث لها بالنسبة لنا 2 زائد ج. باجي هون بطلع بصفي عندنا قيمة ج هي عبارة عن سالب 1 على 50 ناقص 4، بضرب فج هي عبارة عن 201 سالب
عن على 50. طلعت قيمة جيم، بس كمان أنا ضل كمان خطوة بنرجع أستاذ السؤال زي ما هو، سالب واحد على 2 صار تربيع تساوي 2 في 3 س زائد 5 قوة تلت، وبضيف ثابت التكامل أنا طلعته اللي عبارة عن 201 عبارة عن 50. ضروري بعد ما نطلع بالنسبة لنا قيمة جيم نيجي نكتب المسألة كمان مرة. كمان مثال، إذا كان ميل المماس زي ما اتفقنا، شو يعني ميل المماس؟ اللي عبارة عن المشتقة، يعني أستاذ ميل المماس اللي عبارة عن دال ص عبارة عن دال س، بس بدل ما يجي من السؤال كان إنه أعطينا دال ص مع دال س جبنا سؤال نص. لمنحنى علاقة تعطى بالعلاقة، باش بكتب بصفي عنا هيك السؤال، إنه أستاذ ميل المماس اللي اتفقنا أنا وياك عبارة عن دال ص مع دال س، ها قوة س ناقص ص على ها قوة س زائد واحد، حيث هذا عدد النيجير قيمته 2.7. جد هذه العلاقة علما بأن منحناي مربوط نقطة واحد وصفر، دائما الواحد الاحداث السين والثاني الاحداث الصادي، وهي حكينا عنها مشان اطلع قيمة جيم بعد اجرى عملية التكامل. نيجي نحقق بالنسبة لنا هدف، ايه هدفنا؟ يعني نخلي الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين. فبروح استاذ بعد عملية ضرب تبادلي بصفي ها قوة س زائد واحد، الأقواس كثير مهمة لأنه أكثر من حد، دال ص وهي عبارة عن ها قوة س ناقص ص لدال س. اتحقق الهدف لسه، وهون في عندي أس مركب من س وص على ها. أخذنا أنا وياك الفكرة قبل شوي إني أستاذ باجي بحولها عبارة عن ها قوة س على ها قوة ص في دال س على ها قوة س زائد واحد في دال ص. بروح بعمل بالنسبة لي عبارة عن ضرب تبادل، ها قوة ص ها قوة س زائد واحد في دال ص عبارة عن ها قوة س دال س. لسه ما تحقق بالنسبة لنا الهدف، بقسم على ها قوة س زائد واحد على ها قوة س زائد واحد، وبقوم بعملية الاختصار نشوف هدفنا تحقق. ها قوة ص دال الص هي عبارة عن ها قوة س على ها قوة س زائد واحد في دال س. اتحقق الهدف بالنسبة لنا هون، تحقق صار بالنسبة للصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين. فبقوم بتركيب التكامل بالنسبة إلي عند الطرفين. شو تكامل ها قوة ص؟ عندنا نفسها يساوي، هلا هون بدي أرجع كامل هذا السؤال. هلا أستاذ بضبط أوزع البسط على المطعم؟ طبعا رياضيا لا، بالنسبة لنا بدي أفكر إذا كان عندنا السؤال عبارة عن كسر، بسأل حالي هل مشتقة المقام موجودة في البسط ولا لا؟ فباجي بحكي عندنا هون قاف وقاف فتحة، نيجي شو مشتقة ها قوة س؟ ها قوة س واحد صفر، فتحقق بالنسبة لنا الاختبار، فتكامله عبارة عن لوغاريتم القيمة المطلقة للمقام زائد عندنا جيم. هيك أنا حليت المعادلة التضاربية، طلع عندي فكرة اللي هي أطلع من هون قيمة إيش؟ جيم. بتعوض مكان س واحد مكان ص صفر، فبضل عندنا ها قوة صفر تساوي لوغاريتم عبارة عن ها زائد واحد الأساس ها زائد جيم، فبالتالي قيمة جيم هاي بتعطيني قيمتها واحد، واحد ناقص لوغاريتم الها زائد واحد للأساس ها. بعد ما أخلص بكتب العلاقة بالنسبة لي، ص تساوي عبارة عن لوغاريتم القيمة المطلقة أو عندنا ها قوة ص زائد عندنا واحد للأساس ها زائد جيم اللي هي بالنسبة لي واحد ناقص لوغاريتم ها زائد واحد للأساس عندنا ها. هلا بدنا ناخذ عندنا كمان فكرة جديدة، أخذنا هلا ميل المماس، حكينا ميل المماس بيعني لدال الصاد على دال السين. هلا هون أعطاني فكرة ميل العمودي بالنسبة لنا. هلا أستاذ شو الفرق بين ميل المماس والميل العمودي؟ زي فكرتنا بالفصل الماضي، بنحكي بالنسبة لنا ميل العمودي هو عبارة عن سالب واحد على ميل بالنسبة لنا المماس. فميل العمودي إذا أعطاني هذا السؤال فكرة كتير مهمة ما أجت في الوزارة تكررت، فبنحط سالب واحد على ميل المماس. هلأ نفس خطوات الحل بالنسبة لنا، اللهم بس الفرق بالنسبة لنا الأول، إذا كان ميل العمودي على منحنى العلاقة عند النقطة سين وصاد يساوي، لما يعطيك ميل المماس بحكي دال الصاد إنه ميل المماس دال الصاد على دال السين. إذا ميل العمودي دال الصاد على دال السين سالب واحد
الميل بالنسبة لي عبارة عن 3 زائد لوغاريتم سين للأساسها. فجد قاعدة العلاقة وقاعدة الاقتران ص علما بأن منحناها يمر بالنقطة ها وأربعة حيث ها العدد النهائي. أول حركة بعملها زي كالعادة بعمل ضرب تبادلي بصف بالنسبة لي هنا هون س تحت الجدر 3 زائد لوغاريتم س للأساس ها دال ص تساوي سالب دال س. ما تحقق الهدف بقسم على س تحت الجدر 3 زائد لوغاريتم س للأساس ها على س 3 زائد لوغاريتم س للأساس ها. بصف عندي دال ص عبارة عن سالب 1 على س تحت الجدر 3 زائد لوغاريتم س للأساس ها لدال س. اتحقق هذا بالنسبة لي لأني خليت الصاء مع دال الصاء والسينات مع دال السين. هلا بدي أقوم بإجراء عملية التكامل عند الطرفين. شو تكامل دال الصاء؟ هي عبارة عن صاء بالنسبة لهم. نيجي هلا عن فكرة بالنسبة عن التكامل. في حالة وجود جذر دائما بحد ذاته بالنسبة لنا مشكلة، فبدي أحلها عن طريق بالنسبة للتعويض. بس إحنا بالعادة بنفرض بالتعويض عندنا صاء، بس بما إنه رمز صاء موجود عندنا في المسألة فبنحاول نختار رمز جديد مثلا نسميه لام. بفرض الجدل باللي فيه لام عباره عن لوغاريتم س الاساسها. بربع لام تربيع عباره عن 3 زائد لوغاريتم س الاساسها. نشتق 2 لام مع الداله تاعته ومشتقه لوغاريتم س 1 على س بالداله تاعته. مشان اخلي س موضوع للقانون كمان بنعمل ضرب تبادلي 2 لام س في دال اللام هي عبارة عن دال س. نيجي نعوض تكامل سالب 1 على س استبدلنا كل هذا بدلالة لام ضرب 2 لام س في دال اللام. في عملية اختصار هاي مع هاي واللام مع اللام بصفي عبارة عن سالب 2 دال اللام. فتكاملها بالنسبة لنا هي عبارة عن سالب 2 لام زائد ج اللي هي بالنسبة لنا ص، وبرجع قيمة لام الأصلية فبصفي عندنا ص سالب 2 تحت الجدر 3 زائد لوغاريتم س لأساسها زائد ج. في نوعية هاي الأسئلة بعطينا عندنا نقطة مشان أطلع من خلالها قيمة ج. أعطانا النقطة هاء الأربعة، هاي بالنسبة لس وهي عندنا بالنسبة لص، فبتعوض مكان ص 4 ومكان س عندنا هاء، فبحكي 4 تساوي سالب 2 تحت الجدر 3 لوغاريتم ها الأساسها زائد ج. احنا عارفين لوغاريتم ها الأساسها من حق قوانين اللوغاريتمات بعطيني 1 بصفي 3 زائد 1 4 جذر 4 2 في سالب 2. فقيمة ج بالنسبة لي هي عبارة عن 8. وبعد ما أخلص بالنسبة لنا السؤال بكتب العلاقة بالنسبة للدلالة ج فص سالب 2 3 زائد لوغاريتم س الأساسها زائد ج اللي هي بالنسبة لنا 8. هيك خلصنا انا وياك الفكره الثانيه. الفكره الاولى كانت بالنسبه لي يعطيني معادله واحنا نخلي الصادات على دال س. الفكره الثانيه عندنا تطبيقات هندسيه بيعطيني ميل المماس او ميل العمودي اللي هي نفسها بالنسبه لدال الصاد على دال س. الفكره الثالثه اله صناعيه وعدد سكان زي هذا السؤال اللي احنا بدنا ناخذه. حكى لي عندها اله صناعيه قيمتها عند الشراء 2500. هلا مشان نترجم هاي الجمله بالنسبه لنا انه آلة صناعية قيمتها عند الشراء بالنسبة لك 2500، ترجمة هاي الجملة بتعني لك انه استاذ ق في الصفر تساوي 2500. هلا ايش هو ق في الصفر؟ انه استاذ كان قيمة الآلة عند الشراء قبل عملية الاستهلاك كان زمنها بالنسبة لي قديش؟ عندنا صفر. فبالتالي دائما اي شيء عند الشراء عند بداية الشراء دلالة على الزمن. قديش الزمن بالنسبة لي عندنا هون بكون عندنا صفر، انه ما كان في عملية استهلاك لهذه الآلة، فكان بداية ثمنها لما نشتري سيارة جديدة موديل سنتها، فبكون عندنا قيمتها في زمنها صفر بكون القيمة الأصلية تبعت السيارة. إذا كانت قيمتها تتناقص مع مرور الزمن وفق العلاقة معطيني دال عندنا القاف على دال نون هي عبارة عن سالب 500 على نون زائد 1 تربيع، حيث قاف قيمة الآلة، يعني قاف بتدلك على قيمة الآلة ونون على سنة من الشراء، يعني مشان هيك أنا حطيت في بداية الشراء كان الزمن صفر، لأن النون بتدل على من سنة شرائها.
احسب قيمة الآلة بعد مرور 3 سنوات. يعني السؤال بده قاف قديش بعد 3 سنوات قديش قيمة الآلة بالنسبة لنا. مبدأنا مش راح يفرق، بدخل الدال قاف مع القافات ودال النون مع دال النون. هون أستاذ بعمل طرف تبادلي، هلا هون كله بدلالة نون ورقم ما في عنا تعثير، فبالتالي خلص بحط إنه دال القاف سالب 500 على نون زائد 1 تربيع خلص بدال النون. وهلا أستاذ حقق الهدف بكامل الطرفين، تكامل دال القاف هي عبارة عن قاف وسالب 500 في نون زائد 1 قوة سالب 2 دال النون. وهلا بكامل اللي عبارة عن سالب 500 في نون زائد 1 قوة سالب 1 على سالب 1 زائد جيم اللي هي بالنسبة لعبارة عن قاف النون. نختصر السالب مع السالب، والأس السالب بتكون عندنا بالكسر 500 على نون زائد 1 اللي عندنا قاف النون زائد جيم. كالعادة بدي أطلع قيمة جيم من وين؟ من أستاذ بداية سنة الشراء، هاي تستخدم مشان أطلع قيمة جيم الثابت بالنسبة لنا. بتعوض مكان من صفر والقيمة قاف 2500. هلا بصفي 500 على 0 زائد 1 زائد جيم تساوي 2500. بصفي عندنا 500 زائد جيم 2500، فقديش قيمة جيم بالنسبة لي؟ عبارة عن 2000. نيجي بنكتب الاقتراع بالنسبة لي كمان مرة، عندنا هون قاف النون عبارة عن 500 على نون زائد 1 زائد 2000 ثابت التكامل. هلا آخر خطوة بالنسبة لنا، بدي أطلع بالنسبة لقاف اللي بعد 3 سنوات، فبعوض قاف الثلاث اللي عبارة عن 500 على 3 زائد 1 زائد 2000 اللي هي 500 على 4 زائد 2000، 500 على 4 اللي هي عبارة عن 125 زائد 2000 اللي هي 2125 دينار قيمة الآلة في عملية الاستهلاك بعد 3 سنوات. ناخذ عندنا فكرة أن هون كمان عندنا يزداد عدد سكان مدينة حسب العلاقة دال العين على دال النون تساوي 25000 على عين. هلا عندنا نكتب عندنا العلاقة بالنسبة لنا، عندنا الحل بالنسبة لي دال العين على دال النون تساوي 25000 بالنسبة لك عين، حيث عين بتمثل لي بالنسبة لي عدد السكان ونون بيمثل الزمن بالسنوات. إذا علمت أن عدد سكان المدينة عندنا 200000 نسمة عام 2015 كمان هون بدل على الزمن قديش بيساوي؟ صفر. فبحكي أستاذ ترجمة هاي الجملة إنه أستاذ عدد السكان 200000 نسمة بتمثل عين الصفر تساوي عندنا 200000 نسمة. هلا هاي المعلومة بعطيني إياها مشان أطلع منها قيمة جي، زي ما أخذنا في السؤال اللي قبل أعطانا القيمة البدائية بالنسبة لك لقيمة الآلة كانت عندنا 2500. وهون عندنا نفس الفكرة، إنه كان عندنا زمن عدد السكان لما كان الزمن صفر قبل عملية الدراسة كانت 200000 نسمة، فبدي عدد السكان بعد 40 سنة، فبحكي بدي عين بالنسبة لك الـ40. هلا نيجي على حسب العلاقة اللي إحنا بالنسبة لنا، نيجي نعمل ضرب تبادلي كالهدف اللي إحنا بنحققه، أودي العناد مع دال العين وبالنسبة لك دال النون مع دال النون. فبحكي من هون عندنا دال العين تساوي 25000 عندنا عين في دال النون. نيجي عندنا على هون تحقق الهدف طبعا لسه لانه في عندنا عين مع دال النون، فباجي بقسم على عين على عين وباجي بختصر، فبصفي بالنسبه لي دال العين على عين تساوي 25000 دال النون. هلا تحقق الهدف بالنسبه لنا، بنيجي نكامل الطرفين بعد تحقيق الهدف الاول. تكامل دال العين على عين تعطيني لوغاريتم القيمة المطلقة لعين تساوي 25000 نون زائد عنا جيم. كالعادة بدنا نطلع قيمة جيم اللي أعطاني إياها، إنه أستاذ عنا عين صفر 200000 نسمة، بعيد كمان مرة كيف طلعناها؟ إنه بداية زمن الدراسة كان عنا صفر وكان عدد السكان 200000 نسمة، فباجي بتعوض نون بتمثل عدد السنوات وعين بتمثل عدد السكان، فبتعوض مكان عين 200000 ومكان نون عندنا صفر، فبصفي عندنا لوغاريتم ال 200000 تساوي 25000 ضرب صفر زائد جيم، فبصفي عندنا قيمة جيم هي عبارة عن لوغاريتم ال 200000. نيجي كمان ناخذ عندنا نكتب العلاقة
بصفي عنا لوغاريتم عين للأساسها تساوي 25 بالألف عنا نون زائد قيمة جيم اللي طلعناها هي عبارة عن لوغاريتم عنا 200 ألف للأساسها. هلا طالب السؤال بدي بعد 40 سنة قديش قيمة عين؟ فبتعوض مكان نون عنا 40، فبحكي لوغاريتم القيمة المطلقة لعين تساوي 25 بالألف ضرب 40 زائد لوغاريتم على 200 ألف لأساسها. نيجي نضرب 25 ضرب 4 عبارة عن 100، وفي عندي صفر تبع ال 40 هي عندنا صفر، وفي عندنا ثلاث خانات قبل عملية الفاصلة 1 2 3، وبحط عندهم الفاصلة زائد لوغاريتم على 200 ألف لأساسها اللي هي لوغاريتم القيمة المطلقة لعين. نيجي أستاذ نحكي عندنا هون لوغاريتم عين لأساسها تساوي 1 زائد لوغاريتم ال 200 ألف لأساسها. نيجي السؤال طلب لي أنا بدي قيمة عين لحالها، فأنا بدي أخلي عين موضع للقانون. المشكلة معي وين؟ إنه أستاذ مع عين بالنسبة لإيش عبارة؟ على اللوغاريتم. بدي أتخلص من اللوغاريتم. كيف؟ زي ما تعلمنا في أسئلة سابقة، حتى تتخلص من اللوغاريتم برفع للأساس عنها. هلا ها بتلغي لك اللوغاريتم عنه، فبصفي عنا عين صارت هاي كلها قوة بالنسبة لها. ها واحد زائد لوغاريتم عنا 200 ألف لأساسها. هلا كوزارة سؤال وزارة أجهاد من 2015، كمان لسه إحنا بنقدر نطلع القيمة العددية بحد ذاتها. كيف؟ هلا عنا حكينا الأس عبارة عن جمع بقلب بيناتهم ضرب، بصفي عنا ها قوة واحد فيها قوة لوغاريتم عن 200 ألف لأساسها، ها مع اللوغاريتم راحت فصفها ضرب عن 200 ألف. لسه احنا قاعدين بنبسط، وعندنا ها بيمثل العدد النيبيري. هلا عندنا عبارة عن ثابت قيمته ثابتة، قديش قيمته؟ هي عبارة عن 2.7 تقريبا في عندنا لوغاريتم عفوا في ضرب 200 ألف. هلا بشيل فاصلة مع الصفر وبضرب 27 ضرب 2 اللي هي 54، وبحط الأربعة بالنسبة لك عن أصفار، فبصفي 540 ألف نسمة. ها بيمثل عدد عنا سكان المدينة بعد 40 بالنسبة لنا بعد 40 عنا سنة. وهيك بكون احنا خلصنا بالنسبة للسؤال كامل يزداد على السكان. هلا بننتقل لفيديو تاني بدنا نشرح فيه عنا الفيزيائي بالنسبة لنا. نيجي هلا على الفكرة بالنسبة للفكرة الرابعة اللي هي عندنا تطبيقات فيزيائية. خلينا نراجع الأفكار كمان مرة، لسه احنا بموضوع المعادلة التفاضلية. هلا أخذنا الفكرة الأولى إنه يعطيني بالنسبة لي بس عبارة عن معادلة، ونود الصادات مع دال الصاد والسينات مع دال السين، وأركب عملية التكامل للطرفين. الفكرة أخذنا الثانية عبارة عن تفصيلات هندسية، ميل المماس أو ميل العمودي. كمان حكينا ميل المماس أو ميل العمودي هي عبارة عن دال الصاد على دال السين بالنسبة لنا. والفكرة الثالثة أخذنا على آلة صناعية وتعداد بالنسبة لسكان. نيجي على آخر فكرة اللي هي عنا تطبيقات فيزيائية. هلا إحنا أخذناها من ناحية اشتقاق الفصل الأول، من نأخذها اليوم من عملية عبارة عن تكامل. بس مشان نميز بداية الموضوع بالنسبة لنا، إنه كان عندنا الفصل الأول كنا نأخذ مسافة سرعة تسارع. كان عندنا لما يكون عندنا اتجاه السهم عندنا زي هيك مسافة تعطيني سرعة والسرعة بعطيني تسارع، كنا نجرى عملية إيش؟ الاشتقاق. فكنا نعمل هون نشتق مشتقة المسافة بالنسبة لنا سرعة، ومشتقة السرعة بالنسبة لنا تسارع. هلا بهذا فصلنا نتكلم زي ما احنا متعلمين التكامل عملية عكسية بالنسبة لنا من ناحية الاشتقاق. هلا عندنا إذا أعطاني تسارع وبدي سرعة شو بنعمل؟ عندنا بنعمل عملية تكامل، والسرعة للمسافة كمان بنجرى عملية التكامل. هلا ناخذ بس كمان في شغله ملحوظه صغيره، يعني زي السؤال اعطينا هون فمعطيني التسارع ومعطيني بالنسبه لك عندنا السرعه. هلا بس بدنا ناخذ عندنا ملاحظه صغيره، اذا اعطاك السؤال عباره عن التسارع بنروح بنستبدلها بدال العين على دال النون، لانه اصلا مشتقه السرعه بالنسبه للزمن بعطيني تسارع. كمان اذا شفت السرعه في السؤال بنروح نستبدلها بدال الفاء على دال عين النون. الخطوات بتتم كالآتي: أول شيء بدنا نترجم السؤال للمعلومات مشان نفيد فيها قيمة جيم. يسير جسيم على خط مستقيم وفق العلاقة، بلش يعطيني السؤال عندنا هون
عبارة عن العلاقة اللي هي عبارة عن التسارع، هي عبارة عن اثنين جذر العين. حيث السرعة أكبر من صفر لأن وجود جذر، فلازم تكون معطيني هاي المعلومة. تات تسارع عين السرعة. فإذا علمت أن سرعة الجسيم عند بدء الحركة تساوي 9 متر لكل ثانية، هلا عملية بدء الحركة بتدل على إيش؟ على الزمن صفر. هلا نترجم المعلومات إنه هون إنه عنا عين صفر شو بتساوي بالنسبة لنا؟ عنا 9. فجد المسافة التي يقطعها العين يقطعها بعد 3 ثواني من بدء الحركة. المطلوب مني إني أطلع المسافة بعد 3 ثواني من الحركة، علما بأنه قطع مسافة قدرها 64 على 3 متر في أول ثانية. فباش أعطاني كمان معلومة إنه بالنسبة لي معطيني فاعل واحد تساوي 64 على 3. هلا ترجمنا المعلومات، عنا بدء الحركة دلالة على الزمن بالنسبة لنا صفر، عنا بدء المسافة بعد 3 ثواني، وأعطاني كمان معلومة إنه قطع مسافة قدرها 64 على 3 في أول ثانية. هلا ترتيبنا في الحل كالآتي بالنسبة لنا، بنبلش الموضوع عنا التسارع. عنا التسارع بنبلش من بالبداية من التسارع، نستبدل التسارع دال العين على دال النون. فبحط مكان التسارع دال العين على دال النون تساوي 2 جذر العين. هلا لسه احنا في مصطلح انه احنا نخلي العينات مع دال العين والنونات مع دال النون كنفس الفكرة. فبعمل عملية ضرب تبادل، فبصفي عندنا هون دال العين 2 جذر العين دال النون، وبقسم على جذر العين على جذر العين، بصفي عندنا عين قوة سالب نص في دال العين تساوي 2 دال النون. اتحقق بالنسبة للهدف بكامل الطرفين. شو تكامل عين قوة سالب نص؟ اللي عبارة عن عين قوة نص في 2 على 1 تساوي 2 نون زائد قديش؟ جيم. بنرتب أنا وياكم 2 جذر العين تساوي 2 نون زائد جيم. هلا بدي أطلع قيمة جيم من المعلومة أعطاني إنه عين الصفر تساوي 9. بدي أعوض مكان نون صفر ومكان السرعة بالنسبة لنا 9، فباجي بعوض جذر 9 2 ضرب صفر زائد جيم بصفي 6، عندنا قيمة جيم. برجع بكتب المسألة عندي كمان مرة، 2 جذر العين تساوي 2 نون زائد عبارة عن 6. هلا السؤال مش طالب لي السرعة، طالب لي ايش بالنسبة لي؟ المسافة، فمضطر اني اكامل كمان مرة. بس كمان عندنا هون مشكلة، انه استاذ انه عين مشان استبدلها لازم تكون لحالها بالنسبة لموضع القانون. فبالتالي بدي احاول بطرق رياضية معينة انا وياكم نخلي عين لحالها. فنبلش انا وياكم، بامكاني اختصر على ايش؟ على 2 بصفي جذر العين نون زائد 3. وعنا وجود الجذر مشان اقدر الغيه في حال وجود طرفين من ربع عنا الطرفين، فبصفي عين هي عباره عن نون زائد 3 الكل تربيع. هلا قدرت اخلي انه عين موضع القانون. هلا في الخطوه اللي بعديها بدنا نروح نستبدل السرعه في دال الفاء على دال النون، فبحطها دال الفاء على دال النون تساوي عبارة عن نون زائد 3 تربيع. بنعمل عملية ضرب تبادل، بصفي دال الفاء عبارة عن نون زائد 3 تربيع دال النون. هل تحقق هذا بالنسبة لنا؟ نجري كمان عملية تكامل كمان للطرفين. شو تكامل دال الفاء؟ عبارة عن فاء النون تساوي نون زائد 3 من التكاملات المباشرة، قوة 3 على 3 زائد قيمة عندنا جيم. طلعت معي كمان قيمة للجيم لأنه إحنا أجرينا عمليتين لتكامل، وكمان في السؤال أعطاني كمان فكرة إنه أعطاني أستاذ كمان معلومة للجيم إنه فاعل واحد تساوي 64 على 3. فباجي بعوض فاعل واحد اللي هي 1 زائد 3 قوة 3 على 3 زائد جيم تساوي 64 على 3. 1 زائد 3 4 قوة 3، 64 على 3 زائد جيم تساوي 64 على 3. فبنقدر من هون اطلع قيمة جيم قديش بالنسبة لي؟ عنا صفر. بنرجع نكتب السؤال كمان مرة مع قيمة جيم. إذا رح تكون المسافة فاء النون هي عبارة عن نون زائد 3 قوة 3 على 3 زائد قيمة جيم الثانية اللي طلعت معي عنا صفر. هلا قدرت من خلال إنه أعطاني في السؤال التسارع حتى لما يطلب عندنا المسافة كم مرة كملنا؟ عبارة عن مرتين. هلا السؤال بحكي لي بطلب إنه جد المسافة بعد 3 ثواني، فبعد ما نخلص بعوض بالنسبة لفاء 3
اللي هي 3 زائد 3 قوة 3 على 3 اللي هي 6 قوة 3 على 3. هلا أسهل إنه بدل ما أعمل 6 قوة 3 أطلع قيمتها، فبفرطها عندي بالنسبة لنا هي عبارة عن 6 في 6 على 6 في 3 وباجي بختصر 2. 6 ب 6 ب 36 في 2 اللي بتمثل لي 72 متر اللي عندنا قطع المسافة بالنسبة لعنا هون. فبالتالي عندنا مسافة سرعة عندنا تسارع الأستاذ لما نشتغل عليها بالشغل. طلع كمان مثال ناخذ بالنسبة لنا على التفسير بالنسبة لنا الفيزيائي. ابتدأ جسيم الحركة من نقطة الأصل على محور السناب وفق العلاقة كالآتي، بكتب باجي عندنا هون العلاقة أعطاني عندنا التسارع تا تساوي سالب 4 في ع قوة 3 على 2، حيث السرعة بالنسبة لي أكبر من صفر والتسارع تا التسارع وعين السرعة. هلا بنيجي نترجم إذا كانت سرعته عند بدء الحركة عساوي 4. هلا هاي المعلومات مشان أطلع من خلالها قيمة جي، فبحكي من هون إنه عين الصفر تساوي 4. أثبت أن المسافة تساوي 2 نون عند جذر العين. أنا بدي أوصل لهاي العلاقة، فبالتالي أنا بدي أكام مشان أوصل بالنسبة لعنا هون للمسافة. بس أنا مشان إحنا بالعادة دائما السؤال إذا أنا بدي أكامل مرتين بدي أعطيني يكون عندنا معلومتين عن جي، وين المعلومة الأولى؟ نقرأ السؤال كمان مرة. ابتدأ جسيم الحركة من نقطة الأصل. لما يبلش الجسيم من نقطة الأصل فدلالة على المسافة قديش بتساوي؟ صفر. فبحكي من هون فاء الصفر تساوي صفر. هدول المعلومتين مشان أنا أقدر أطلع من خلالها قيمة ج مرتين، لأنه أنا بدي أكامل مرتين بالنسبة لنا. هلا كحل السؤال دائما دائما بنبلش في مين؟ في التساوي، وبحوله بالنسبة لنا عبارة عن دال الفاء عفوا دال العين على دال النون تساوي سالب 4 قوة 3 على 2. بعمل ضرب تبادل بصفي دال العين تساوي سالب 4 في عين قوة 3 على 2 دال النون. اتحقق الهدف بالنسبة لنا؟ لا. فبقسم على عين قوة 3 على 2 على عين قوة 3 على 2، فبصف عنا عين قوة سالب 3 على 2 دال العين سالب 4 دال النون. هلا تحقق الهدف بالنسبة لنا، فبنروح من كامل بالنسبة للطرفين. شو تكامل هاي؟ عين قوة سالب 1 على 2 سالب 2 على 1 تساوي سالب 4 نون زائد جي. هلا من هون بدي اطلع من هون قيمة جي، بس نيجي نرتب السؤال بحيث نطلع قيمة جي ترتيب أكثر. فبصفي عبارة عن سالب 2 على جذر العين سالب 4 نون زائد جي. باجي بطلع قيمة جي إنه عين الصفر تساوي 4، فبضعوض مكان عين 4 مكان نون عين الصفر. سالب 2 على جذر 4 تساوي سالب 4 ضرب 0 زائد جي. من هون عبارة عن سالب 1 تساوي عنا قيمة جيم. هيك طلعت قيمة جيم. باجي العلاقة سالب 2 جذر العين تساوي سالب 4 نون ناقص 1. هلا من السؤال أنا لازم أخلي بالنسبة إلي عنا عين موضع للقانون، كما زي ما تعلمنا في السؤال اللي قبل. فبدي أروح أرتب. أول شيء نحاول نضرب كل المسألة عنا في سالب. فبصف 2 جذر العين 4 نون زائد 1، وبنعمل ضرب تبادل بصف عنا من هون 2 تساوي 4 نون زائد 1 في جذر العين. بنخلي جذر العين موضع القانون 2 على 4 نون زائد 1. وباجي من هاي المسألة باجي بعوض بحكي انه عين من ربع الطرفين مشان اخلص بصف عين تساوي 4 على 4 نون زائد 1 الكل ترجيع. هلا قدرت انه اخلي عين موضع القانون بعمليات رياضية. هلا بدي احول بالنسبة لي انه عين احولها عبارة عن دال الفاء على دال النون كالتالي. احنا شغلنا اول اشي بمسك التساوي بحوله دال عين على دال النون، بعمل معادلة تفاضلية بكامل بطلع قيمة جيم، بحاول انه اخلي عين موضع القانون وبرد استبدالها الدال الفاء على دال النون تساوي 4 على 4 نون زائد 1 تربيع. كمان ضرب تبادل بصفي دال الفاء بما انه كله هون نون فبنزيح نون لهون بس 4 على 4 نون زائد 1 تربيع دال النون كامل الطرفين. تحقق الهدف. فبصفي المسافة هي عبارة عن تكامل 4 نون زائد 1 قوة سالب 2 دال النون. رفعت مشان أعرف أكامل، فباجي بصفي 4
في 4 نون زائد 1 قوة سالب 1 على سالب 4 زائد ج في عملية اختصار عندنا هون. إذا بكتب العلاقة الأخيرة بالنسبة لي عندنا ف النون سالب 1 على 4 نون زائد 1 زائد ج. طبعا السالب هاي تبعت سالب المخاض. نيجي بدنا نطلع قيمة ج من المعلومة الثانية اللي طلعناها من هون إنه أستاذ عندنا من نقطة الأصل، فباجي بعوض ف الصفر تساوي سالب 1 على 4 ضرب 0 زائد 1 زائد ج تساوي صفر، فبصفي سالب 1 زائد ج تساوي صفر. من هون طلعت قيمة ج. آخر مسألة بالنسبة لنا هون بكتب فا النون هي عبارة عن سالب 1 على 4 نون زائد 1 زائد 1. بنلاحظ في السؤال احنا مش طالب المسافة بعد ثاني معينة، هو طالب لك سؤال إثبات، بدك تثبت إن المسافة على حسب هاي العلاقة. هلا كيف بدي اسوي هاي المسافة على حسب هاي العلاقة؟ بدي اروح اجي من هون ماليش الا اوحد بالنسبة الى ما قبعت. فبصفي عنا فا النون هي عبارة عن سالب 1 4 نون زائد 1 على 4 نون زائد 1. فبصفي فا النون انه الواحد مع الواحد 4 نون على 4 نون زائد 1. بتلاحظوا انه كمان ما اجى بالنسبة لي سؤال الاثبات، احنا لازم يجي عبارة عن 2 نون في جذر العين. فبدي اروح اجذب، اعمل الاربع نون هي عباره عن 2 نون ضرب 2 على 4 نون زائد 1. هلا هاي قيمتها بالنسبه لنا من وين بدي اجيبها؟ انه استاذ من هون بالنسبه لك انه قيمه السرعه انه 2 على 4 نون زائد 1 مين هي بالنسبه لك؟ هي عباره عن جذر نون. اذا بالنسبه لك عباره عن فا النون هي عباره عن 2 نون اللي طلعناها، وحكينا هاي قيمتها بالنسبة لعبارة عن جذر العين، وهيك بكون أنا أثبتت هاي بالنسبة للعلاقة. أنا كمان نأخذ عنا أمثلة لساتنا على التفسير الفيزيائي. قذفت كرة من قمة برج ارتفاع وبالنسبة لها 45 عن سطح الأرض. نحاول أن يكون نرسم زي ما تعلمنا في الفصل الأول، عنا زي هيك، عنا هاي برج بالنسبة لنا، عنا ارتفاعه 45، قذف جسيم رأسيا لوين؟ للأعلى. بسرعة ابتدائية مقدارها 40. نترجم مشان هدول نطلع فيهم قيمة ج. السرعة الابتدائية اللي هي عبارة عن لما يكون الزمن بالنسبة ل 40 وبتسارع قدره سالب 10، أعطاني التسارع تا تساوي عبارة عن سالب عن 10. جد الزمن يعني المطلوب بالنسبة لنا إيجاد قيمة نون الذي استغرقه الكرة لتعود إلى سطح الأرض. هلا بما انه انا بدي اوجد عنا جد الزمن اللي استغرقته الكره لتعود الى سطح الارض، لما تعود الجسم الى سطح الارض دلاله على ان المسافه قديش بتساوي بالنسبه لنا؟ عنا بتساوي صفر. فبالتالي انا بدي اكامل كم مره؟ تكاملين اللي معطيني التسارع. فبالتالي انا بدي قيمتين لجيم. لاحظ معطاه قيمه واحده فقط. هلا القيمه الثانيه احنا من بنجيبها؟ هلا لما يكون الجسم بالنسبه لنا هون، هلا هون الزمن كان بالنسبة لنا هنا صفر، والسرعة أقصى ارتفاع صفر، ووصول الجسم إلى سطح الأرض دلالة على المسافة تساوي صفر. فبالتالي لما كان الزمن صفر قديش كان مسافة الارتفاع البناية؟ 45. هاي دلالة إنه في حال لما كان الزمن صفر كان ارتفاع الجسم عن سطح الأرض قيمتها بالنسبة لنا 45 بالنسبة لنا هون. فطلعت معلومتين لجيم مشان أنا بدي أكامل مرتين. كمان على نفس المبدأ أنا وياكم على التركيب، بدي أبلش بالتسارع أحولها لدال العين على دال النون سالب 10، وبعمل عملية ضرب تبادلي دال العين سالب 10 دال النون من كامل الطرفين، إنه عين النون تساوي سالب 10 نون زائد جيم. ما من كامل كمان مرة بنطلع قيمة جيم، أعطاني إنه عين الصفر تساوي 40. فبعوض عين الصفر سالب 10 ضرب 0 زائد ج تساوي 40، فبالتالي قيمة ج تساوي 40. نيجي نكتب العلاقة كمان مرة، إنه عين النون تساوي سالب 10 نون زائد 40. بدي أحول كمان اقتران السرعة للمسافة دال الفا على دال النون سالب 10 نون زائد 40. الخطوات تبعت الدرس ثابتة، بتبلش بالتسارع بحول دال العين على دال النون، بعد ما كامل واطلع قيمة ج بحول السرعة لدال الفا على دال النون. كمان بنعمل ضرب تبادلي، بصفي دال الفا سالب 10 نون زائد 40 دال النون، كمان من كامل الطرفين، ف
فبصفي بالنسبة لي عبارة عن المسافة فائل نون سالب 5 نون تربيع زائد 40 نون زائد جيم. طلعت معي كمان قيمة جيم اللي احنا طلعناها بنحطها من هون، فصفر تساوي 45 اللي هي سالب 5 ضرب 0، 40 ضرب 0 زائد جيم تساوي 45، فبالتالي إذا قيمة جيم تساوي 45. برجع بكتب السؤال كمان مرة، إذا فائل نون تساوي هي عبارة عن سالب 5 نون تربيع زائد 40 نون زائد 45. هلا السؤال شو طالب منا؟ مش طالب من المسافة عند وقت محدد أو بالنسبة لنا، المطلوب بالنسبة لإيش عنا؟ الزمن. فالمطلوب بالنسبة لنا جد الزمن حتى يعود الجسم إلى سطح الأرض دلالة على المسافة قديش بتساوي؟ صفر. فباخذ اقتران أنا وياك، اقتران المسافة، فائل نون تساوي سالب 5 نون تربيع زائد 40 نون زائد 45 بساوي بالصفر. صارت عندنا عبارة تربيعية، بسحل على حالي وبقسم على سالب 5، بصفي نون تربيع ناقص 80 نون ناقص 9، وباجي بحلل نون نون سالب موجب 9 بواحد، من هون قديش نون؟ 9 من هون سالب 1 تهمل، لأن نون دلالة على الزمن، ما في زمن بالسالب، فعندنا أستاذ 9 ثواني هو وقت الجسم حتى يعود إلى سطح بالنسبة إلى الأرض. نيجي كمان مثال قريب عليه، قدر سام راسيا الى اعلى بسرعه ابتدائيه مقدارها 40. ترجمه السؤال المعلومات مش طلع لنا قيمه جيم على نفس المبدا انه عين الصفر قديش بتساوي 40 وبتسارع سالب 10، فاعطانا اقتران التسارع تاء النون هي عباره عن سالب 10. فاذا كان ارتفاعه عن سطح الارض بعد ثاني وحده من بدء حركه تساوي 80، كمان اعطاني معلومه فائل واحد عباره عن 80، فجد اقصى ارتفاع وصل اليه الجسم. هلا بالنسبه لنا هاي الجمله تعني انه اقصى ارتفاع وصل اليه الجسم انا المطلوب مني اطلع المسافه لما السرعه قديش بتساوي؟ عندنا صفر. هاد دلاله انه لما اعمل اقصى ارتفاع وصل اليه الجسم. ببلش كما كالتالي العادة بناخذ التسارع بحولها لدال العين على دال النون سالب 10 ضرب تبادل دال العين سالب 10 دال النون من كامل الطرفين بصف عنا عين سالب 10 نون زائد جيم، بنوقف بطلع قيمة جيم من عين الصفر تساوي 40، عوض انه عندنا استاذ عين الصفر تساوي سالب 10 ضرب صفر زائد جيم تساوي 40، بطلع قيمة جيم برجع ببدل في السؤال، إذا عين النون سالب 10 نون زائد 40. لسه احنا ما خلصنا لأنه طالب في السؤال بالنسبة لعبارة عن المسافة، فباجي بفك السرعة هي عبارة عن دال الفاء على دال النون سالب 10 نون زائد 40 ضرب تبادل دال الفاء سالب 10 نون زائد 40 دال النون من كامل الطرفين، فصار عندي المسافة سالب 5 نون تربيع زائد 40 نون زائد جيم. بنرجع كمان هلا بتطلع من هون قيمة مين؟ قيمة جيم، فائل واحد بعوض تساوي سالب 5 زائد 40 زائد جيم تساوي 80، 35 زائد جيم تساوي 80، معناته جيم بالنسبة لنا هي عبارة عن 45. إذا أستاذ اقتران المسافة صار عندي جاهز، فائل نون عبارة عن سالب 5 نون تربيع، نكتبه بشكل أصغر، إذا فائل نون صار عبارة عن سالب 5 نون تربيع زائد 40 نون زائد 5 عندنا و40. هلا من هون أستاذ بدي أطلع أنا بدي المسافة، بس ما أعطانا الزمن، أعطاني دلالة مين؟ دلالة عين، أعطاني إن السرعة قديش بتساوي؟ صفر. فباخذ اقتران السرعة بالنسبة لعنا هون وبطلع منها نون، فباخذ السرعة عين النون تساوي سالب 10 نون زائد 40 بساوي في مين؟ بالصفر. فقديش قيمة النون بالنسبة لي؟ عين 4، وباجي بعوض بفائل 4 سالب 5 4 تربيع 40 ضرب 4 زائد 45 16 5 80 سالب زائد 160 45 بعطيني 80 زائد 45 اللي هي 125 متر أقصى ارتفاع وصل إليه الجسم، اللي هي لما تكون السرعة بتساوي عندنا صفر.
بتلاحظوا شباب عندنا نفس المبدأ بالنسبة لهون، لاحظوا هدول المثالين اعتمدوا شوي على الفصل الأول من ناحية رسم ومن ناحية أقصى ارتفاع، وعنا وصول الجسم إلى سطح الأرض. آخر مثال بالنسبة لنا، سؤال زي هيك ممكن يجينا بعد دائرة بالامتحان الوزارة، بحكينا جد المسافة المقطوعة على الفترة بين الصفر وعندنا السبعة. هلا كيف بدي أعرف طلع اقتران المسافة من خلال الرسم بالنسبة لنا هون؟ بطلع أستاذ إما عن طريق عندنا بحسب المساحة تحت المنحنى. هلا يا بتكون حافظ قانون عندنا شبه المنحرف، أو بتجزئ السؤال بالنسبة لك لعدة أجزاء. إنه بطلع هاي وبطلع عندنا هاي، بحسب هون المساحة الأولى والمساحة الثانية والمساحة الثالثة. فبالتالي أستاذ عندنا المسافة في حالة الرسم تساوي مساحة عندنا المنحنى عندنا المساحة، أو عندنا هيك تحت بالنسبة لي عبارة عن المنحنى. نيجي نطلع أول مسافة بالنسبة لنا، فباجي بعوض. هلا إحنا راح ندخل هيك على الدرس اللي بعده كفكرة سؤال. عندنا الجزء الأول هو عبارة عن مثلث، مساحته نص ضرب القاعدة، قديش قاعدة بالنسبة لي؟ 2. ضرب الارتفاع قديش بالنسبة لنا؟ 30. فبصفي مساحة الأول 30. نيجي على الثاني عبارة عن مستطيل، مساحة الطول بالعرض عنا من 2 ل 6 هي عبارة عن 4، والارتفاع تبع المستطيل بالنسبة لي 30 اللي هي راح تكون عبارة عن 120. ولو طلعنا المساحة الثالثة هي عبارة بالنسبة لهون عنا نص عبارة عن مثلث، القاعدة من 6 ل 7 1، والارتفاع عنا 30 بصفي عنا 15. فبالتالي راح تكون عبارة عن المسافة هي مجموع المساحات اللي عنا هون 30 زائد 120 زائد 15 اللي عبارة عن 150 عنا متر. هاي الفكرة حتى لو أجانا عنا بالامتحان أعطاك هون التسارع وهون الزمن، فبطلب بالنسبة للسؤال من بالنسبة لك من وين؟ إنه جد السرعة. فهون بتطلع يا على القانون بتجزئ عن المساحة لعدة أجزاء حسب القانون اللي بتعرفها، أو إذا طبقت بشكل مباشر على شبه المنحرف كمان بطلع نفس الجواب. هيك شباب يعطينا العافية، إحنا خلصنا مع وضوع المعادلة التفاضلية بكامل أفكارها الأربعة، وهيك إحنا بنكون خلصنا ويعطيكم العافية.